بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا في أمرنا، واجعلنا من خير من عرفك ومن خير من عبادك وقدرك حق قدرك. آمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. كاين مثلا سؤال لا قيمة له، ولهذا الجواب ليس فيه قيمة، الله. لكن يجي يقول له من هو الله؟ يقول لك كلام ولا يعمل على ضوء هذا الكلام. وإذا كان تقول له الله أمر، يقول لك أنا ما عادش معترف. الرب اللي قلت لي عليه هذا، ثم قالوا يحرمني من الجنس الحرام، أما الجنس الحلال ربي جعله وشرعه لخدمة الإنسان في كل الأجيال وكل كل المسارب، الكل الشرع الإلهي خلى الزفاف هنا رابطة يسهر عليها ربنا ويحميها من كل التعاسات ومن كل الخيبات. وينكم أنتم اليوم في عالم الجنس؟ كو عالم الجنس كانوا لا فما ربي يقنن ولا يقول ينبغي ولا لا ينبغي، تعملوا كما تحبوا، ولكن ستلقون من الخيبات والآلام ما لم يكن في الحسبان وما لم يكن لكم محبة تجاه ذلك الشان. نسأل الله السلام.